بس هو مش مستغرب لأن كتير من الشخصيات اللي كانت حوله يعني الرئيس الإخواني رأيناها بعد كده هناك، رأيناها هي هي وأبنائهم وتلامذتهم. ومش هننسى الحوار اللي طلع بيه أبو محمد الجولاني، كان قائد جبهة النصرة، وكان بيتحدث أن كتب العميل الأمريكي سيد قطب والعميل البريطاني حسن البنا تدرس في مدارس جبهة النصرة وداعش في معسكراتهم في سوريا، لمن يتحدث أنه هذا فريق وهذا آخر، كلهم واحد. كلهم واحد، بس هو بيقسموا تبادل أدوار عشان خاطر لما الجناح ده يعمل عملية ده تبرأ منها، فتقول هذا الإسلام المعتدل هو الإخوان والإسلام الغير معتدل هو داعش. لعبة أصبحت مكشوفة. رأيك في ظهور جون بولتون في فيلم القرار؟ ده صقر المحافظون الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية، فكرة أنه يطلع. هو أساساً كان رافض مبدأ أوباما وما قبل أوباما من إدارات كثيرة كان أغلبها ديمقراطي، بفكرة أن بس إحنا كان يوظفه بس هو كان رافض فكرة توظيف الإسلام السياسي في الأجندة الأمريكية. يمكن هو واحد من سعداء الحظ، بس هو كان بينتمي برضه في وقت من الأوقات للفريق اللي قال ادوهم فرصة. بس هو من اكتر الناس اللي ده الفريق بتاع بوش، ده الفريق بتاع بوش. صحيح، ما هو ده اللي هم ده الفريق، هم اللي صعدوا حماس، ده الفريق اللي بعد، مش ده الفريق اللي بعد، مش ده الفريق اللي بعد غزو العراق تحديدا. غزو العراق قال ادوا الاسلاميين فرصه، دول ليهم شعبيه. بولتون كان من اول الناس اللي تابت، هم كانوا بيقولوا كده بيروجوا لده. صحيح صحيح، بس بولتون كان من اول الناس اللي تابت عن الفكره دي. حلو مصطلح تابت، بس ما هم بس خد بالك الامريكان، لا في مرحله توبه الامريكان كبير كتيره يعني جون شيلتون رئيس اركان الجيش الامريكي طلع بعد 30/6 خلاص، رئيس اركان الجيش الامريكي سابقا، ما كانش هو موجود في 2013، قال ان السيسي الرئيس السيسي او الفريق السيسي وزير الدفاع وقتها وضع حد المشروع الشرق الاوسط الكبير. دي حقيقه، ده جون بولت، ده جون شيلتون رئيس اركان الازبق، رئيس اركان الجيش الامريكي الاسبق. معهد الدراسات المشتركه الامريكي طلع بورقه بحثيه في 2013 برضه بيتحدث في ان الجيش المصري ما قام به سنه 2013 كان يجب ان يكون به الجيش الالماني سنه 1933 باقصاء حزب العمال الاشتراكي من السلطه واسقاط ادولف هتلر قبل ان يصبح ما هو اصبح عليه، هو صعود النازيه والفاشيه في اوروبا وفي العالم وكام الحرب العالميه الثانيه. فيعني لا، هو كان في توبه كثيره حدثت في امريكا وبرضه لازم نركز فيها اعلاميا، ان احنا برضه مركزين على الاصوات اللي بتهاجم واللي لسه عبيطه واللي لسه بتشتغل، لا احنا عندنا في اصوات كتير جدا في امريكا عاقله، السيناتور السابقه ميشيل بيكومن مثلا، يعني في اسامي كتيره تقدر ترجع لها وتقدر تسجل معاها وتسمع من جوه امريكا وهم بيقولوا لك لا اللي حصل ده كان غلط، اللي حصل ده نتراجع عنه، اللي حصل ده ممكن نتأسف عليه لو قدرت تقدم وثائق وتتكلم. فاحنا عندنا يعني برضو كانت نقله حلوه جدا جدا من فيلم امبارح، ان احنا نقلنا معركه الوعي الى داخل امريكا، نقلنا حرب الوثائقيات الى داخل امريكا.